هي شعب المواطنين، رجال السلطة هي شعب المواطنين، يقولوا لك ديروا الملوك، بغيتي تدخل خصك حد ساعة، جاب الرئيس حد ساعة، راه النص في العمر، هنا في المدينة جاب الرئيس، الناس ما كيديروش الكمامات، الناس كيخرجوا، إذن كما حضرتم هذا اليوم كانت الانطلاقة ديال أول محاكمة تتم عن بعد في إطار محاكمة عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس باتصال مباشر ما بين قاعة المحكمة والمؤسسة السجنية، وهذه المحاكمة تأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تنهجها بلادنا لمواجهة تفشي جائحة فيروس كوفيد 19، تأتي أيضا في إطار محاربة تراكم الملفات في هذه الظرفية التي تمر بها بلادنا، فتساعد على صريف مجموعة من الملفات الجنحية، وهي تضمن السلامة الصحية والأمن الصحي سواء للسجناء أو لجميع العاملين في قطاع العدالة من قضاة ومحامون وأطر وموظفو كتاب الضبط. تأتي كذلك في إطار بلورة المحكمة الرقمية التي يسمح إليها بلادنا، وهي محاكمة كما لاحظتم تحترم جميع شروط المحاكمة العادلة من توجهية وعلنية وحضور دفاع، ونتمنى أن تستمر هذه التجربة في إطار كما قلت بلورة المحكمة الرقمية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة، وبتنسيق مع السيد المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف للرباط، وبتنسيق مع السيد مدير المؤسسة السجنية تفلت وحد، ومن أجل وفي إطار محاربة داء كورونا كوفيد 19 بهدف القضاء عليه إن شاء الله، تم يومه 20 أبريل 2020 انطلاقة للمحاكمة عن بعد. الهدف من هذه المحاكمة عن بعد هو حماية صحة جميع مرتفقي العدالة من قضاة وموظفين ومحامون ونزلاء المؤسسات السجنية المعتقلين على ذمة قضايا رائجة أمام هذه المحكمة. كما عينتم فإن العملية ديال المحاكمة عن بعد تمت بنجاح هذا اليوم، وهذه المحاكمة عن بعد تتم بعد موافقة المعتقل نزيل بالمؤسسة السجنية وبعد موافقة دفاعه إن كان يتوفر على دفاع، وبالتالي فشروط المحاكمة العادلة تتحقق كاملة. في الختام أطلب من الله العلي القدير أن يرفع عنا الوباء وأن يشملنا برحمته الواسعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا لكم.